إلى حد الآن يعني أستاذي الغالي، إلى حد الآن والله إلى حتى أنا لا أعرف ماذا يريد السيد القائد لما قال بأن نتناول الموضوع البري. يعني لا أحد يدري، حتى نحن في الداخل حاولنا كثيرا أن نحلل ماذا يريد بالضبط. وبالتالي هو عندما قال هذا، عندما تكلم عن الموضوع البري، قفز بسرعة السيد القائد، ويعني كانت المفاجأة أنه لم يذهب إلى الموضوع البري، كان موضوع الصاروخ الذي وصل إلى تل أبيب. مفاجأة الموضوع البري إلى حد الآن ما تزال مفاجأة، يعني ما تزال يعني طي الكتمان، لا يعلم بها إلا القائد والإخوة المعنيين في القوات المسلحة، كيف نوعها، متى ستكون، في أي مكان، في أي زمان، في أي منطقة. إلى حد الآن هو سر يعني قيمة العمليات اليمنية، سر قوتها هو في كتمانها. وبالتالي إلى حد الآن أنا أعتقد أن غدا سيكون خطاب للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أعتقد أنه سيتناول من خلاله كثير من التفاصيل، وسيتناول الأحداث في المنطقة بمجملها. لكنني أنا أقول لك يعني بشكل مجمل، نعم، أن القوات المسلحة اليمنية تخبئ مفاجآت كبيرة للعدو الصهيوني بشكل عام.